احنا معانا على التليفون ولسه طبعا هنتابع التفاصيل وعندنا تطورات مهمه وجديده النهارده، لكن الاول خلوني ارحب بسياده المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذة لبنى، اهلا وسهلا بحضرتك. طيب سياده المستشار، كنا بنتكلم دلوقتي عن مدى الاستعداد والجاهزيه لظهور اي حالات مصابه او مشتبه في اصابتها، كلمنا على الجزئيه دي وازاي وزاره الصحه مع منظمه الصحه العالميه وطبيعه الحال كمان مجلس الوزراء ازاي متابع الموقف، وكنا شايفين طبعا رئيس مجلس الوزراء في الغردقه وهو بيشوف الحجر الصحي ومدى الاستعداد. فادينا فكره وتفاصيل اكتر عن الدور اللي او يعني شكل الجهد المبذول دلوقتي لمواجهه الاصابه بفيروس كورونا. يعني زي ما بنقول وبنأكد دايما ان ظهور حاله صحيه في دوله او اكثر من حاله ليس هو محور تقييم الدوله، ولكن محور تقييمها هو كيف تتعامل مع هذه الحاله. نعم. فاحنا قبل كده ظهرت حاله لشخص اجنبي واكتشفناها عن طريق نظام التتبع الدقيق اللي كانت حاطاه وزاره الصحه لتتبع الاجانب الذين يدخلون البلاد. طبعا في الخط الدفاع الاول ان احنا بنعمل لهم قياس درجه الحراره، فاذا ثبت ان هم عاديين بيتم يعني السماح لهم بمغادره المطار، لكن بيتم متابعتهم دوريا، وعن طريقه اكتشفنا الحاله للشخص الاجنبي الاول اللي تم شفائه بالفعل. يعني معلش يا فندم مره ثانيه، يعني اكتشاف الحاله ده ما كانش بالصدفه، بالصدفه البحته يعني، لكن كان نتيجه للمتابعه بعد لما دخل الاراضي المصريه تم متابعته وبالتالي ظهرت الحاله زي ما بنتكلم عنها. بالظبط. صح؟ نتيجه نظام التتبع الدقيق اللي حطيناه للاشخاص الاجانب اللي هم قدموا الى البلاد خلال الفتره الاخيره. حتى لو ما ظهرش عليهم اعراض يا فندم ساعه يعني دخولهم البلد اثناء اللي هو الكشف المبدئي عليهم في المطار؟ حتى لو ما ظهرش عليهم اعراض طالما جايين من منطقه ظهر فيها المرض، وللاسف دلوقتي الموضوع بينتشر، بقينا بنتكلم عن 62 دوله، فاي حد جاي من هذه ال 62 دوله بيتم وضعه على نظام التتبع، بنبقى عارفين الاوتيل اللي نازل فيه، بنبقى عارفين رقم تليفونه، بنبقى عارفين كل حاجه عنه، بحيث ان احنا بنوصل له كل فتره بنعمل له هذا الفحص، غير طبعا ان احنا بنطالبه هو ذاتيا لو شعر باي اعراض بان هو يبادر بالابلاغ. ويعني الحق يقال الناس مستجيبه بشكل كبير، الاجانب اللي دخلوا كلهم كثير منهم يعني ابلغونا ان هم لديهم اعراض تشبه يعني او اعراض انفلونزا، وتم عمل فحص لهم وثبت سلبياتها جميعا. طب الحاله الثانيه يا فندم، حضرتك برضو الحاله الثانيه، الشخص الثاني الاخر اللي هو في الشركه اللي تم اكتشافه في شركه بترول، هو اللي بادر عندما شعر بالاعراض توجه من تلقاء ذاته للعياده، عياده الشركه، وعندما يعني شعر الاطباء بان الاعراض تشبه اعراض الكورونا تم نقله في سياره اسعاف ذاتيه التعقيم، واجرينا الفحوصات عليه وثبت ان ايجابيه الفحص. هو اللي بادر في الحاله الثانيه. لا هي دي الحاله الاولانيه اللي كنت لسه بتكلم عنها، الثانيه بقى لحضرتك عايزه تفاصيل منها اكتر عليها اكتر، اللي هي المحتجزه دلوقتي في حميات امبابه، دي سيده تقريبا دنماركيه الجنسيه من الدنمارك، صح يا فندم؟ لا دي ثبت سلبيتها. دي سلبيه. دي سلبيه، هي واثنين اجانب اخرين، يعني احنا بنتكلم النهارده اربعه اجانب، ثلاثه سلبي وواحد بس اللي ايجابي اللي هو موجود دلوقتي في النيجيريا. طيب السلبي يعني برضو دول موجودين برضو للمتابعه ولا يعني خلاص الوضع بالنسبه لهم كده امان؟ لا السلبي ما فيش، بنتابعهم يعني بنطلق يعني صراحهم يعني انجاز التعبير، لكن بيتم متابعتهم كل يومين بقياس درجه الحراره، وعلى فكره يعني واحد من السلبي هو عنده انفلونزا، بس انفلونزا عاديه عادي. يعني عنده الانفلونزا العاديه الطبيعيه اللي بتيجي الموسميه اللي بتيجي لاي حد فينا، فده ما فيش منه خوف، بنتابعه ادينا له علاج الحاله يعني حاله الاجنبي، وسمح له بالمغادره وهنتابعه خلال الفتره اللي جايه. طيب ده بالنسبه لنظام التتبع سواء للقادمين او للي بيبادر من نفسه عندما يشعر بالاعراض، بنتخذ معاه الاجراءات الزائده. طيب على مستوى وزاره الصحه غير الاجراءات الوقائيه، كلمنا برضو عن الاماكن المخصصه لاستقبال الحالات المشتبه فيها، عربيات الاسعاف، الطواقم الطبيه، ازاي تم تدريبهم والالتزام كمان بمعايير منظمه الصحه العالميه في الامر ده؟ احنا دلوقتي عندنا 26 مستشفى موزعة على جميع أنحاء الجمهورية معروفة بالاسم، ويعني لدى المحافظات علم بيها ولدى كل الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية 26 مستشفى في 27 محافظة. هذه المستشفيات تسمى مستشفيات الإحالة، إذا ظهرت حالة
يشتبه في اصابتها بيتم نقلها على الفور الى هذه المستشفيات، فاذا استدعى او ثبت انها ايجابيه بيتم التعامل معها بشكل اكبر ونقلها لغرف العنايه المركزه والتعامل معها كحاله اشتباه او حاله كورونا مؤكده. تمام. حاله الاشتباه غير حاله التاكد بالطبع. فده بالنسبه للمستشفيات الموزعه على مستوى الجمهوريه. بالظبط كده، وبالاضافه لوجود طبعا مستشفى النبيله اللي هي كانت تم تجهيزها ايام العائدين من ووهان، المصريين العائدين من ووهان. مفهوم يا فندم. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في الملف ده.